طيب يعطيكم العافية يا شباب جميعا. اليوم إن شاء الله بدنا نستأنف وين ما توقفنا المحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية بشكل سريع إحنا حكينا في عدة مواضيع، حكينا إنه في موضوع المنصة، إنه إيش المزايا اللي بتوفرها من تسهيل وصول، من إنه هي آمنة، وإنه أنت بتقدر تبني سمعة على الإنترنت، تمام؟ وبعدين حكينا إنه العمل الحر بمفهوم الواسع، تمام؟ وحكينا إنه العمل الحر عبر الإنترنت إنه هو عبارة عن العمل الحر، ولكن إنه بيتم إنجازه على الإنترنت، فأي شغلة أو أي عمل حر ممكن إنه إنجازه على الإنترنت، فبالتالي إنه هذا بنعتبره فريلانسينج أونلاين، وهو اللي إحنا حنركز فيه في هذا الكورس. وكذلك أخذنا مفهوم الفريلانسر، عدة تعريفات لإله، تمام؟ وفي النهاية حكينا إنه الفريلانسر هو عبارة عن شخص أو شركة مكونة من شخص واحد، والشخص هذا مطلوب منه يعمل كل الأعمال المتعلقة بالشركة، من تسويق وتنفيذ العقود وإنجاز الأعمال واستلام الأموال وتنظيم المواعيد، وكل هاي الأمور مطلوب منه إنه هو يشتغل. ممكن يتطور الأمر معاه ويكون فريق ويعمل ما يعرف بالإيجنسي على منصات العمل الحر، فبالتالي إنه هو بصير إنه بيشتغل كفريق، وممكن يصير إنه توزيع للمهام. اوكي طيب، وجينا كذلك المرة الماضية حكينا انه العمل الحر ولا العمل عن بعد، يعني التوظيف ولا العمل الحر، وحكينا انه شو فكرة التوظيف عن بعد، انه هي نفس فكرة التوظيف التقليدي، ولكن انه بيكون الدوام فيه عن بعد، تمام؟ إنه بتكون الشركة أو الطرف المشغل موجود في دولة ثانية أو شركة ثانية، تمام؟ وحكينا إنه مفهوم الحرية بتركز في أربع شغلات، إنه أنت بتحكي إنه في عندك حرية في اختيار المشاريع، في عندك حرية في اختيار أوقات العمل، أماكن العمل، وحرية في اختيار الزبائن. وحكينا إنه أنا عندي تقسيم للأشخاص اللي بيشتغلوا من خلال الإنترنت لأربع فئات أساسية، إنه فريلانسر بيشتغل بدوام كامل، إنه هو بيشتغل أكثر من 30 ساعة أسبوعياً، وحكينا إنه هذا حسب قانون العمل موجود في عدة دول، يعني معظم دول العالم، إنه أنت عندك الحد العمل المسموح به لأي عامل إنه من 35 لـ40 ساعة أسبوعياً، من 35 لـ40 ساعة يوميا، اوكي؟ فبالتالي إذا أنت بتشتغل أكثر من 30 ساعة، فبالتالي أنت بتشتغل يعني دوام كامل، إذا أنت بتشتغل أقل، فبالتالي أنت بتصير إنه بتشتغل بنظام جزئي، تمام؟ و الدوام الجزئي حكينا إنه أنت يعني أدنى حاجة إنه أنت ممكن تداوم ساعتين أسبوعيا لغاية 20 ساعة أو حتى 25 ساعة أسبوعيا، تمام؟ بتكون أنت هذا بتشتغل بشكل نظام جزئي، خلينا نعتبرها إنه هي 20، لأنه أنا بدي أعتبر إنه أنت بتداوم 4 ساعات يوميا وعندي 5 أيام عمل، فبالتالي لو أنت بعد الدوام تبعك اشتغلت 4 ساعات يوميا بتقدر تحصل ال 20 ساعة أسبوعيا. هيك انت بتكون انه بنظام الدوام الجزئي، تمام؟ وفي انا عندي هنا انه الوظيفة عن بعد ممكن تكون بدوام كامل او بدوام جزئي، تمام؟ وحكينا انه الاغلب موجود هنا في هذه المنطقة لأسباب عديدة، انه هو بيكون مرتبط اصلا بوظيفة ثانية، او بيكون انه يعني زي حالاتكم كطلاب، والاهداف منها يعني الهدف من هو من وراء هاي الشغله، انه انت يا اما بيكون في عندك اوقات فراغ، يا اما انه انت يعني حابب انه انت تحصل فلوس اكثر، فبتتعدد الاسباب انه زي هيك. فالان يعني انا عارف انه في جزء منكم انه هو بيشتغل
بنظام انه كفريلانسر، لكن من الصعب انه انا الاقي بيناتكم واحد بيشتغل كفريلانسر دوام كامل، لانه انتم طلاب، يعني دوام طلاب برضو انه هو يعتبر دوام، ما حدا بيقدر يداوم من اكثر من 30 ساعة اسبوعيا، او يشتغل كفريلانسر اكثر من 30 ساعة اسبوعيا. فعشان هيك وبرضه فيش عندكم وظيفة بدوام كامل، تمام؟ بدي أعتبر إنه عندكم وظيفة بدوام جزئي، فبالتالي لو الصوت رايح بس يا دكتور. الصوت واضح هيك؟ هيك تمام، هيك الحين تمام. رجع قبل شوي معي. تمام. وأنا مش عارف، أنا الإنترنت اليوم كان يقطع شوي اولها، لقيت رايح. هو باقي في النت. شايفين الشاشة يا شباب؟ تمام. تمام. كنت أحكي في جزئية إنه العمل الحر، انه انت بتداوم اكثر من 30 ساعة دوام جزئي، من ساعتين ل 20 ساعة، لانه حكينا دوام جزئي كفريلانسر انه انت بعد دوامك ممكن تلاقي 4 ساعات فراغ تشتغل 4 ساعات في 5 ايام عمل، هي 20 ساعة اسبوعيا، تمام؟ وبعديها انه 3 و4 انه هي عبارة عن الوظيفة لكن عن بعد، انه بدوام كامل او بدوام جزئي. وذكرت انه انتو اغلبكم في المنطقة هذه اللي هي رقم 2، بسبب انه انتو في عندكم دوام جامعة، والاسباب بتتعدد، انه اللي بده يثقل مهاراته اكتر، اللي بده يحسن السي في، اللي بده فلوس اكتر. ف الان بدي اسأل انه كم واحد منكم شغال بدوام جزئي كفريلانسر، أو بيشتغل من ساعتين لغاية 20 ساعة؟ يا ريت يكتب لي على الشات رقم 2. بس 3 أشخاص؟ بس 5 أشخاص؟ أنا توقعت إنه يكون في بيناتكم فريلانسرز أكثر. 7؟8؟9؟ في ناس مترددة بتفكر، فيش فيها تفكير هاي الشغلة، يا يا لا، يا إما أنت بتكون خايف من الحسد يعني. طيب لو حكينا انه يكون في عندك دوام بشكل انه دوام عن بعد بشكل كامل، انه 8 ساعات يوميا، هذه ما فيش فيها امكانية، لانه انتم فعلا مرتبطين في الجامعة. فاللي شغال دوام عن بعد بشكل جزئي لشركة من الشركات يكتب لي 4 على الشات. 1 2 3 4 5. تمام، ممتاز. طيب هذه الأمور كتير كويسة. الآن لو أستاذ أمير لو حطيت لنا هاي الخيارات اللي أمامنا على الشاشة، 1 2 3 4، وتضيف خيار خامس إنه لا أعمل كفريلانسر ولا دوام عن بعد، بحيث إنه إحنا يعني إنه إحنا أخذنا يعني إحصائية نوعا ما، ولكن إنه برضه عشان نتعرف على الشباب أكتر، نشوف يعني كيف
يعني مين بيشتغل عن بعد دوام جزئي، مين بيشتغل كفريلانسر. فلو حطيت لنا اياها في استفتاء او بول زي اللي عملته المرة الماضية وحطيته على الموديل للطلاب والطالبات بيكون كتير ممتاز. تمام، بس دكتور واحد هيكون خيار من الخيارات. نعم، تمام. هو على فكرة ممكن يجمع بين خيارين، يعني ممكن إنه يكون، بس هذا بعد ما يتخرج، حاليا مستحيل، يعني ممكن ما يكون، عشان هيك سألت. تمام. خلاص واحد من الخيارات، لأنه عمليا مستحيل يعني إنه يكون في خيارين. طيب تمام، خلاص، الآن تمام، أضيف عندك. ماشي، بارك الله فيك. الآن بخصوص إنه وظيفة ولا عمل حر، لو خيروك شو بتختار؟ طبعا هنا في هذا الكورس احنا ما بنحاول نلمع شغلة معينة على حساب شغلة تانية، لا احنا بنحاول انه نوصف الشغلات انه انت تعرفها بشكل صحيح. احنا ما بنقول لك انه العمل الحر هو افضل اكيد من الوظيفة، وما بنقول لك انه الوظيفة افضل من العمل الحر، لازم تكون واعي بهاي النقطة. واللي بيحكي لك غير هيك بيكون يعني انه يعني بيحكي كلام مش سليم، لأنه ما في شيء بالمطلق، ما في هاي الشغلات ما فيها صح وغلط. تمام؟ اللي بهمنا إنه أنت تعرف الفروقات بيناتها وتعرف حالك إنه أنت يعني زي ما حكينا إنه هو مسار وآخرته مفترق طرق. تمام؟ وحتلاقي حالك إنه أنت حتمشي في مسار ثاني، يعني ممكن تمشي مسار العمل الحر حيكون في آخرته دوام في عن بعد لشركة، ممكن تكون رائد أعمال، ممكن تكون بتشتغل وظيفة تقليدية، ممكن تكون تأسس شركتك الخاصة، وممكن إنه أنت يكون في عندك خطين بالتوازي، يعني إنه أنت ممكن تداوم عن بعد بشركة تمام وتشتغل كفريلانسر بدوام جزئي. فبالتالي إنه أنت تعرف حالك إنه أنت شو، يعني هذا هو الهدف، يعني إنه أنت تخطط لمسيرتك المهنية. إحنا ما بنحاول نقنعك إنه في شغلة أفضل من شغلة ثانية. تمام؟ طيب، هنا في هذا الجدول حتلاقي إيجابيات العمل الحر وإيجابيات للوظيفة، وفي المقابل السلايد اللي وراها راح تلاقي سلبيات للعمل الحر وسلبيات للوظيفة. طبعا كل نقطة مرتبطة بالنقطة اللي وراها، يعني حتلاقي النقطة الأولى إنه أنت عندك حرية العمل وتنظيم الوقت، هذه كتير ميزة في العمل الحر. أنا والله اليوم مش جاي على أشتغل الصبحيات، بدي أشتغل المساء زي هيك. تمام؟ فبالتالي انت بتشتغل في الاوقات المفضلة لك. هذه الميزة مش موجودة في في الوظيفة الثابتة. لكن في المقابل ايش اللي بيعتبر ميزة في الوظيفة الثابتة؟ انه انت دوامك محدد، انه انت كونك انه انت في يعني بتشتغل في اوقات مختلفة، يعني ممكن انه انت تعاني من اضطراب نوعا ما. يعني الميزة انه يكون في عندك، انا والله دوامي من الساعة 8 للساعة 3، بعد الساعة 3 انا ماليش دعوة بالشغل بالمرة. يعني هذه في حد ذاتها ميزة كتير عظيمة عند كتير ناس. تمام؟ فهنا هذه إيجابية هنا وهذه إيجابية هنا. احنا ما بنحكي انه والله انه حرية العمل واختيار اوقاتك المفضلة انه هي ميزة، وانه هنا العمل باوقات محددة انه هذه لا مش ميزة، لا الميزة هنا تعتبر هنا ميزة. تمام؟ لكن نيجي للسلبية. السلبية بدنا ننزل هنا على الجدول، انه بما انه انت يعني بتشتغل في اوقاتك المفضلة او المفضلة واوقاتك اللي يعني باوقات مختلفة مش منتظمة، ممكن انه تكون تضطر انه انت تشتغل لساعات طويلة في بعض الاحيان في اوقات مختلفة. الاوقات هذه انت بتلاقي حالك شغال في الليل اغلى، يعني او بتشتغل في يعني في النهار، في النهار ممكن يكون انه انت مضطر انه انت تنجز اعمال، او في الليل انه العيلة بتتجمع وشغلات زي هيك، فبالتالي انت عليك شغل ولازم يخلص، فبالتالي انت بتلاقي حالك مضطر انه انت تشتغل ساعات طويلة. فهذه هي السلبية. السلبية هذه مش موجودة في العمل الثابت، لأنه حكينا انه الدوام عندك من الثمانية للثلاثة. لكن الثمانية للثلاثة اللي احنا حكيناها سابقا انه هذه هنا انه هي عبارة عن ميزة، ممكن انه احنا نعتبرها سلبية. عشان هيك انا بحكي لك انه ما في صح وغلط في هاي الامور. كيف سلبية؟ بتصير انه انت خلص مربط، والله انت تأخرت 8 و10 8 وثلث انه بينخصم عليك انه تأخير. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه
يعني انت فعليا انه خلصت شغلك اليوم، خلصت على 12، ما في شيء اي شيء تشتغله، وفعلا انت خلصت كل شغلك خلاص، ما بينفع انه انت تروح على البيت، بدك تضلك مداوم للثلاثة. فبالتالي الالتزام بالحضور والانصراف في وقت محدد هذه فيها تربيطة يعني نوعا ما، يعني هذه ممكن انه انت تعتبرها سلبية. في بعض الاشخاص بيقول لك لا انا السلبية هذه مش فارقة معي، عشان هيك انا برجع بقول لك انه مش صح، في شيء صح وغلط في هاي الاشياء. طيب النقطة الثانية انه التحكم في مكان العمل، هذه ميزة انه انت بتتخلص من الرتابة والبيئة المكتبية، فبالتالي انت بتشتغل في الأوقات اللي أنت يعني بتكون مناسبة بالنسبة لإلك. عفوا، مش في الأوقات المناسبة، في الأماكن المناسبة بالنسبة لإلك. يعني خلاص أنت يعني ممكن أنت ترتب لك مكان في البيت إنه أنت تشتغل كفريلانسر، تعمل مكتب وتزوده بالكهرباء والإنترنت يعني على مدار الساعة، ونظام تهوية جيد وكل الأمور هاي. او انه انت ممكن تروح تشتغل في كووركينج سبيس او مساحة عمل يعني، وصارت متوفرة عندنا هنا بشكل كبير. او حتى بدون كووركينج سبيس ممكن تاخذ اللابتوب تبعك تروح تقعد لك ساعتين في كافيه، تشتغل لك على تصميم معين، على تبرمج شغلة معينة، وترجع تسحب حالك وترجع على البيت. فبالتالي مكان العمل انه في عندك في مرونة. والاكثر من ذلك، لو انت مثلا انه انت اضطريت انه انت تسافر، ما في حدا بيقدر يمنعك، ما في حدا بيقول لك لا في عندك دوام بكرة لازم انه انت يعني تاخذ اجازة، وممكن يجي يقول لك انت والله رصيد اجازاتك خلص، ما ينفعش انه انت تسافر. او بيجي بيقول لك انه في عندك رصيد اجازات بس مش مسموح لك تسافر، لانه طبيعة العمل في المرحلة هذه احنا طوارئ، مش مسموح لك انه انت يعني تاخذ اجازة. فبالتالي يعني كشغل الفريلانسنج، طالما انت بتنجز العمل حتى لو انت مسافر وانت راكب في الطيارة بتقعد وبتبرمج، او انت يعني في المكان اللي انت اضطريت تسافر فيه انه انت لقيت ساعتين زمن انه انت تشتغل فيهم، هذا يعني بيعطي لك مرونة بشكل كبير. تمام؟ فهذه ميزة انه في بخصوص مكان العمل. تعال اطلع بالمقابل هنا. تمام؟ ما فيش شغلة مقابلة هنا إلها في بخصوص مكان العمل، فهذه ميزة تعتبر. تمام؟ الآن انه انت مفترض انه انت تداوم في مكان ثابت، هذه مش ممكن اعتبارها انه هي سلبية، وانه نفس المكان كل يوم نفس المكان كل يوم. لكن هنا في ميزة ثانية متعلقة بانه دخلك ثابت ومعروف وبيغطي احتياجك، وبهذا بيعطي لك شيء من الاستقرار يعني، فهذه النقطة اصلا مش مرتبطة بهذه بشكل كبير. تمام؟ النقطة الثالثة، حرية اختيار الزبائن والأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم، هذه ميزة كتير كتير عظيمة، لأنه سبحان الله خلاص يعني الناس يا إما بتتفق يا إما ما بتتفق. وفي عندهم في برضه نوع من الناس إنه في عندها مبدأ إنه عفوا إحنا جايين نشتغل مع بعض مش جايين نتصاحب، وعندها القدرة إنه هي تتعامل مع أشخاص مش مستسيغاها، مش مهضومة بالنسبة لإلها إن صح التعبير. فبالتالي حرية اختيار الزبائن هذه ميزة عظيمة. لكن أنت تشوف حالك يعني بالوظيفة التقليدية، أنت خلاص يعني زي المحكوم عليك بالمؤبد إنه أنت تشتغل مع زملاء معينين وتشتغل مع مدير معين سواء أحببت ذلك أم لم تحببه. فبالتالي هذه ميزة كتير عظيمة إنه في اختيار الزبائن. تمام؟ طب في المقابل ايش في شغلة مقابلة هنا؟ انه انت في عندك تأمين صحي وضمان اجتماعي، هذه شغلة تعتبر انه كامتياز، لكن ممكن انه احنا نغطي هذه الشغلة في العمل الحر. كيف؟ انه احنا في عندنا في العمل الحر ممكن يصير في عندك تخطيط مالي، انه بشكل سنوي بتيجي بتقول انه انا والله قديش بستهلك كهرباء للفريلانسنج، وقديش بستهلك نت، وقديش بستهلك يعني فواتير شغلات تانية، مثلا انه انا بجدد اشتراكات برامج انه انا بستخدمها، سواء كان برامج فوتوشوب او ايا كان من البرامج اللي انت بتستخدمها في شغلك. وبتزيد على ذلك انه لو انت بدك تدفع تأمين صحي في السنة
قديش بدك تشيله هذا برضه على شقة، وبرضه لو بدك تدفع يعني شغلة إنه زي ادخار أو تأمين ومعاشات، فبالتالي هذا برضه بتشيل هذا القسط على شقة، وبتصير تحسب قديش متبقي لك من المبلغ اللي أنت حصلته في السنة، وساعتها بتصير تقول إنه آه والله بتوفي معاي ما بتوفي، والريت تبعي في الساعة إنه يفترض ما ينزلش عن كذا. فبالتالي هذه الامتيازات إنه أنت ممكن إنه أنت يعني في بديل لإلها في العمل الحر، يعني نوعا ما لو صار في عندك تخطيط مالي بشكل كتير ممتاز. يعني رقم 4، الفوائد المالية اللي انت ممكن تحصل عليها، ما فيش قيود عليها، تمام؟ يعني في الوظيفة الثابتة انت عندك راتب ثابت ماشي، اي نعم ممكن يكون مكافآت بس إلها سقف، ممكن يكون في عندك حوافز او اضافي في إله سقف، لكن هنا انت ممكن تحصل شغل اضعاف دخلك اللي انت بتحصله عادة، اضعاف مضاعفة، ما في اشي بيمنع ذلك. فبالتالي هنا بتساهم في زيادة الدخل عندك بشكل كبير، هذه المرونة موجودة في العمل الحر، تمام؟ في المقابل انت عندك هنا، عندك هنا انه مسؤوليات اقل نظرا لتحديد المهام في جزء محدد. يعني شوف، خلي بالك انه انت يكون في عندك فوائد مالية بسبب انه انت زادت مهاراتك او قدراتك على الاعمال، يعني هذا بيساهم في زيادة، هذا بيشكل برضو عبء عليك انه انت محتاج لمجهود اكبر انه انت تحصل وظائف انه ممكن تزيد لك الدخل يعني على هذا الاساس. لكن في المقابل انه في العمل الحر، انه اذا كانت انه انت عندك المهام محددة والمسؤوليات محددة، فهذا شيء مريح نوعا ما. يعني مواكبة التطور هذا ممكن نعتبره انه ميزة، مع انه هو ممكن نعتبره شغلة سلبية، لانه زي ما احكي لك هذه فيش فيها صح وغلط، لانه مواكبة التطور بيحتاج مجهود كبير، لكن في حد ذاته انه شغلة كتير كويسة انه انت تضلك على اطلاع، وهذا راح يجيب لك زباين اكتر، فهاي انه ميزة موجودة انت عندك في العمل الحر. لكن هنا وضوح المهام بيخليك انه انت تشتغل تحت وصف وظيفي محدد، ما في تطور باستمرار يعني بالمرة، فبالتالي انه عادة انه انت لما يكون في عندك وصف وظيفي محدد هذه تعتبر ميزة، لانه شغلة مريح. اي نعم انه فيش فيها تطور، لكن انا شغلانتي كذا خلاص، يعني هاي وظيفتي، هذا مش شغلي اعمل شغلات تانية، او انه انا اشتغل شغلانة يعني انه ممكن يكون فيها تطور يعني. اوكي طيب، هاي بخصوص الايجابيات للطرفين احنا حكيناهم. نيجي نلخص الموضوع، حرية العمل وتنظيم الوقت، ممكن تتحكم باختيار المكان، لاحظ انه في تكرار للكلام للميزات اللي احنا حكيناها سابقا، حرية اختيار الزبائن، الفوائد المالية اللي انت ممكن تحصلها ملهاش سقف، انت بتتطور باستمرار. الايجابيات تبعت الوظيفة الثابتة انه انت عندك وقت دوام محدد، هذه ميزة عظيمة، بعد الساعة 3 انا ماليش دعوة بأي حاجة، دخلك ثابت بيعطي لك شعور من الاستقرار، ممكن تحصل على تأمين صحي وتأمين اجتماعي، مهامك محددة ووصفك الوظيفي محدد، هذا بيدي لك برضو يعني ميزة وراحة في الأمر، تمام؟ الآن هتلاقي إنه النقاط هذه اللي إحنا حكيناها إنه هي ميزة، راح تلاقي إنه هي راح تنحكى بالعكس إنه شغلة سلبية. هو فعليا لو أنت نظرت للأمر في علم الإدارة، معظم الناس بتميل للكسل، وهي بتحب إنه هي تنجز أعمال روتينية ما فيها أي يعني بأدنى مجهود وتحصل فيها فلوس. في صحيح أي نعم عندك شريحة كبيرة من الناس بتحاول إنه هي تشتغل بطريقة إبداعية وإنه هي تطور في الشغل، ولكن إنه السواد الأعظم إنه هيك طبيعة البشر، إنه ناس كسلانين باختصار وبصراحة شديدة جدا جدا. فعشان هيك الشغلات اللي هذه إحنا حكيناها إيجابية هتلاقيها إنه هي محطوطة بشكل سلبي هنا، تمام؟ خلينا نكمل. إحنا حكينا إنه أنت ممكن تضطر للشغل لساعات
طويلة، يعني ممكن تصل بصراحة لمرحلة أنت تقول أنا والله زهقت شغل، مش قادر، خلاص بدي حد لهاي الشغلة، إنه خلاص معي شغل. يعني إنه بتلاقي حالك إنه أنت بتشتغل لساعات طويلة لإنجاز المشروع، بينما هنا أنت بتلاقي إنه أقرانك اللي بيشتغلوا وظيفة ثابتة خلاص بعد الثلاثة ما لهمش دعوة بأي حاجة، فبالتالي بيشوفوا نفسهم، بيشوفوا عائلتهم، بيلعب رياضة، كل هاي الأمور. تمام؟ احنا حكينا انه من الثمانية للثلاثة هذه اعتبرناها هنا سلبية، لانه هنا فيها تربيطة في الموضوع، انه هنا وجهة النظر هذه. الان الشغلة المزعجة جدا في الفريلانسنج انه انت محتاج لتقديم عروض عمل بشكل مستمر، انه انت تعمل بيدنج، بد انه انت تكتب عروض، يعني تكتب بروبوزال وتقدم، والله انا حاشتغل لك الشغلانة هذه بالطريقة 1 2 3 وهذا حيكلفك كذا. في فريلانسر تاني حيجي برضو يكتب بروبوزال للكلاينت ويحكي انه راح يكلفه كذا، الكلاينت ممكن يختاره، مش راح يختارني، ممكن جدا. فبالتالي انا مضطر بشكل مستمر انه انا اعمل بيد لمشاريع، ادور على مشاريع جديدة. واحنا حكينا انه التكنيك انه يكون في عندك 2 3 زبائن على الأقل في نفس الوقت، بحيث إنه لو خلص واحد إنه يكون في عندك فرصة إنه أنت تلاقي إنه يكون في عندك زبون وتدور على زبون تاني، يعني إنه يعني تحطه محل زبون اللي خلص الشغل معاه. فهي الشغلة مزعجة وبتجيب صداع ووجع راس، إنه أنت تضلك تكتب بروبوزل وما تزبطش معك، تكتب بروبوزل وما تزبطش معك. لكن حنشوف فيما بعد يعني بعض التكنيك إنه ممكن تخلي الشغل يجي لغاية عندك، مش انت تضطر انه انت تدور على شغل وتعمل بيت لبروجكت. فهذه شغلة كتير مهمة واسلوب، يعني حتلاقي انه بتيجي لك انفيتيشن خاصة لشغل، او بتيجي لك ترشيحات من خلال التشبيك او العلاقات، انه والله احسن حدا في الشغلانة هذه فلان، فخلص هو اللي حيعمل لك الشغلانة. فبالتالي الشغل بيجي لغاية عندك، وانت بتساعدها بتصير انه انت تختار. لكن عملية البيننج حتمر فيها، لازم تمر فيها في أوقات ما، حتجي لك شهور معينة لا في ترشيحات من أصحابك ولا من شبكة علاقاتك ولا انفيتيشن خاصة، وحتضطر نفسك تلاقي نفسك إنه أنت إنه تعمل بيد لبروجكت. تمام؟ و بدك تكون في عندك صبر في هذا الاتجاه. تمام؟ في المقابل انه ايش في عندك شغلة سلبية كذلك في الوظيفة، انه انت في عندك مهام متكررة روتينية، تمام، وما فيش فيها التجديد. طب هذه سلبية، انا حكيت لك انه بعض الناس بيعتبروها سلبية وبعض الناس الكسلانة بيعتبروها شغلة ايجابية. تمام، شغلة سلبية اللي هو تفاوت الدخل الشهري ومواعيد الدفعات. انت فيش عندك والله اخر الشهر بده ينزل راتب، عارف انه اخر الشهر انه في راتب، لا، ممكن الدفعة انه هي تتأخر. بس انت ممكن تصل هنا لمرحلة في التخطيط المالي انه انت تتغلب على الشغلة هذه، هذه الشغلة بتصير ثانوية بالنسبة لك، انه انت بتعمل تخطيط مالي للسنة كلها انت كفريلانسر. فبالتالي انه ممكن انت عندك حاجة بتغطي حاجة، وبالعكس بيكون في عندك مدخرات وبتقدر انه انت تدفع شغلة مقابلة للتأمين الصحي. تمام؟ فبالتالي هاي الشغلة انه مش انه كتير نوعا ما. الشغلة اللي انا معترض عليها كتير اللي هي هاي النقطة، النقطة رقم 4، فبالتالي انا بدي اشطبها اصلا. ضرورة توفر اتصال انترنت. في حدا حاليا ما عندوش انترنت؟ كل الناس عندها انترنت، فبالتالي هذه مش شغلة سلبية ممكن نعتبرها انه في الفريلانسر، فهاي بدنا نشطبها. الآن في المقابل، أي نعم بحكي لك إنه هنا في عندك راتب آخر الشهر، ولكن إنه الرواتب هنا للأسف إنه بتلاقي في كتير يعني شرائح من الوظائف، من العديد من الوظائف، إنه الرواتب تبعتها ما بتكفي الحد الأدنى. يعني أنت بتيجي بتشتغل كمحاسب مثلاً، والله المحاسب إنه بحصل، والله بديش أحكي أرقام معينة، بس الرقم هذا عفواً يعني شو بده يعمل؟ كيف بدك تغطي التزاماتك في البيت؟ فبالتالي فعليا يعني الشغل في الوظيفة مش انه والله زي ما انت متخيل انه اشي مريح وانت بتشتغلش ولا اشي، لا بالعكس،
في يعني وظائف كتيرة، وفي القطاع الخاص تحديدا انه بنطلب منك شغل كتير ورواتبها كتير متدنية للأسف. مش كل القطاع الخاص تحديدا يعني بطبيعة الحال، ولكن انه في يعني طبيعة الشغل زي هيك. انت بدك تيجي تشتغل كمبرمج، بتلاقي انه والله انه الوظائف المتوفرة انه راتبها محدود جدا، والراتب هذا عفوا ما بتقدر انه انت تأسس فيه شيء بالمرة يعني. فبالتالي بده يكون في عندك انه لا، نظرة مختلفة، انه حسب الوظيفة المتوفرة عندك، انه والله هذه الوظيفة مجدية مش مجدية في ظل الوضع في الظروف اللي احنا موجودين فيها. تمام؟ عدم توفر مزايا العمل التقليدي، الضمان الاجتماعي، الإجازات، المكافآت، برضو هذه ممكن إنه أنت تتغلب عليها، يعني مش تلميع للعمل الحر، بس أنت فعلا لو كان في عندك تخطيط. ما هو للأسف مش أي واحد بيكون في عنده تخطيط، وأنا برجع بكرر هذا كلام ذكرته المحاضرة الماضية، برجع بكرر لك إياه كمان مرة اليوم. إذا أنت ما عندك القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة نفسك بنفسك، ومحتاج حدا يحركك، فأنت مكانك مش هنا. فعليا أنت إذا خططت يعني لسنة كاملة أنت كفريلانسر، ممكن أنت تيجي تقول إنه والله هذا الشهر من السنة أنا ما بدي أشتغل فيه ولا أمسك اللابتوب بالمرة. وبتقدر تسوي شغلة زي هيك، يعني خلاص أنا بخلص المشاريع والشهر هذا مش هشتغل فيه ولا حاجة، وبكون أنت أصلا في عندك فلوس او مدخرات انه اصلا بتكفيك وبتغطي لك السنه كلها بالكامله بالكامل. وانت لو اطلعت اصلا الموظف في الشركات او يعني حسب قانون العمل، قديش سقف الاجازات اللي مسموح له سنويا؟ حوالي 40 يوم او 35 يوم. فبالتالي انت لما تيجي تقول كفريلانسر، انت ممكن تخطط لنفسك تقول انا والله شهر كذا هاخده بريك، مش همسك ولا حاجه، يعني بدي استمتع بالطقس الجميل وكل الامور هاي. تمام؟ برضو كذلك من الشغلة السلبية بالنسبة للعمل بالوظيفة الثابتة اللي هي قلة المجال، ما فيش مجال مفتوح امام الابداع والمبادرات. يعني عفوا، في كتير من الوظائف التقليدية انه انت بيكون في عندك حس الابداع والمبادرة، بتيجي بتقول ايش رايكم يا جماعة نعمل كذا، ايش رايكم كذا، فبيجي الرد يعني عفوا انت جاي تتفلسف يعني. فعلا بيصير انه اشي زي هيك، او مثلا ممكن يجي المدير يعني بيجي يحكي لك اياها بصراحة شديدة جدا جدا، انت اذا لو اقترحت عليه اقتراح او بادرت من مبادرة يعني، بيجي يقول لك ايش رايك تقعد مكاني، ولا انت مقترح الاقتراح هذا اصلا عشان تقعد مكاني يعني. فبالتالي فعلا المجال مغلق او مفيش يعني مجال للمبادرات وللابداع وكل الامور هاي كلها. تمام؟ هيك تقريبا بنكون خلصنا السلبيات. السلبيات باختصار خلينا نلخصها، ممكن تشتغل لساعات طويلة. تمام؟ محتاج انه انت تعمل بيد لبروجيكتس باستمرار. ما فيش انت عندك مزايا للضمان الاجتماعي والاجازات والشغله هذه، وحكينا انه الشغله هذه انت ممكن انه انت تتخطاها. السلبيات في الوظيفه التقليديه انه انت مرتبط بدوام محدد، فيش مرونه في الشغله هذه، انت مرتبط بروتين محدد والروتين هذا فيه ملل كتير، الرواتب قليله ما بتكفي الحد الادنى، يعني مش يعني احنا ما بنحكي انه قليله انه انت بدك اشي كتير او انه انت بدك اشي يعني تحقق فيه الرفاهيه، لا فعليا انه الحد الادنى المقصود فيه انه او المقصود فيه هنا في هاي النقطه انه هي ما بتكفي الالتزامات الاساسيه. بعد المكان برضو ممكن انه هو يكون انه عائق انت عندك في الوظيفه التقليديه، لانه انت يعني مربوط مطلوب منك انه انت تداوم، فبالتالي بتلاحظ انه يعني كثير من الناس انه مضطرة انه هي تقضي ساعة او ساعتين في المواصلات عشان تصل لمكان العمل تبعها، فبالتالي هذا برضه انه نقدر نعتبره شغلة سلبية، انه ما فيش مجال للابداع والمبادرات. تمام؟ طيب بيضللنا هاي النقطة
في المحاضرة اليوم، خلينا نحكي إنه هي آخر نقطة. طبعا يعني قبل ما أحكي بهذه النقطة، أنا تذكرت شغلة مهمة لازم إنه أنا أحكي لكم إياها يا شباب، إنه أنت لازم تسجل المعمل مع النظري. طبعا هذا كلام حسب رئيس القسم، إذا أنت ما سجلت المعمل فبالتالي إنه راح تنسحب منك المادة النظري، فبالتالي الطلاب اللي مش مسجلين معمل بادروا لتسوية أوضاعكم. هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه إحنا طريقة تدريسنا في هذا المسار إنه النظري والعملي يعني بندرسه بطريقة يعني إنه يعني بساق هيك طبيعته، نظري وعملي في نفس الوقت. فبالتالي العلامة اللي انت حتحصلها حيتم رصدها للنظري وللعملي، هي نفسها راح يتم رصدها للعملي، فعشان هيك انت لازم تسجل المساق النظري والعملي. شغلة تانية كذلك متعلقة بالواجب المطلوب منكم اللي هو تسليم البروفايلات تبعتكم. انت ممكن خلال هذه الفترة لو انت انجزت بعض البروفايلات ترسلها لأستاذ أمير التلباني انه يدي لك فيدباك قبل موعد التسليم، يعني انه لو في اشي انه انت تحسن على البروفايل تبعك. عدا عن ذلك انه استاذ امير التلباني يعني جهز الفيديوهات المتعلقة بكيفية انشاء البروفايلات على المنصات اللي احنا طلبناها منكم، وحيتم وضعها على المودل. فبالتالي اذا انت بتواجه مشكلة فنية في انشاء بروفايل على منصة معينة ممكن ترجع لهذه الفيديوهات بالنسبة لإلكم. دكتور عفوا، ثواني بس، ثواني، لا ثواني. كذلك إذا عندكم أي إشكالية فنية بخصوص إنشاء البروفايلات ممكن إنه أنتم تراجعوا أستاذ أمير التلفاني، هي موجود معانا في المحاضرة اليوم. تفضل يا إيهاب، إيش بدك تسأل؟ بالنسبة لتسليم البروفايلات، طريقة التسليم روابط ولا كيف؟ صحيح، نعم. يعني أحطهم على وورد وأبعتهم عادي؟ لا لا لا، انت في عندك في طريقة التسليم انه انت ممكن تسلمها، يعني ممكن تسلمها كوورد، لكن الاسهل للتصحيح انه انت بتسلمها كبلين تكست. يعني انت في عندك تكست فيلد في الاساينمنت، فانت بتكون انت محدد الروابط كلهم مع بعض، ويعني كل رابط في سطر، وبتعملهم بيست هناك وبتسلمهم يعني. وبرضه تمام. استاذ امير سمعنا معانا. طب دكتور، سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا سامعك تمام، موجود أنا. ثواني بس يا أحمد. أستاذ أمير، لو أنت حددت طريقة التسليم في البروفايلات إنه يمنع تسليم ملفات، فبدل ما أنت تضلك تنزل الملف وتفتح الملف هذا بياخد منك وقت، لا، في التصحيح بتلاقي إنه الروابط، إنه في التقييم عفوا، بتلاقي إنه الروابط إنه عبارة عن لينكات موجودة في صفحة الموديل قبال كل طالب، فبتضغط على اللينك بيفتح لك اياه مباشرة بدل ما تضطر تفتح لتطبيق تاني. فبس انه انت تمنع تسليم ملفات على هذا الواجب، وتخلي انه تسليم من خلال تكست فيلد. طب دكتور، ممكن أسأل سؤال عن إذنك؟ يعني اتفضل. في طلاب بيحكوا إنه اللي مش نازل عندهم بيقدروش يضيفوا المادة اللي عندهم العملية، كيف هيصير النظام؟ لا لا، احنا متفقنا انه العملي عندنا موجود في صفحة النظري، يعني هذا الكلام. لا أنا فاهم عليك، بس إنه لازم يضيفوا المادة، قصدي مش أنت قلت لهم تو يضيفوا المادة؟ يسجل المادة في القبول والتسجيل عشان رصد العلامة، مش يضيفها على المودل. أوكي، تمام. يعني لازم تتواصل مع القبول والتسجيل يا شباب عشان تقدر تضيف بالضبط، المادة يعني من العملية. خلال صفحتك انت كطالب كبورتال تضيف، تاخد كود المعمل وتعمل له اضافة، تغلبت فيه بدك يعني ترسل للمرشد تبعك او لرئيس القسم عشان انه يسجل لك اياها، تمام؟ لكن اضافتها على الموديل مش مطلوب، لانه احنا اتفقنا انه النظري والعملي موجود في صفحة واحدة، كلنا موجودين في صفحة واحدة. تمام. ويعني كمان مرة تأكيد لكل الطلاب، بعد يعني فترة رئيس القسم حيجي يطلع انه اللي مش مسجل عملي حيبعت للقبول والتسجيل انه يسحب له المادة، يسحب له المادة النظري. فعشان هيك يا ريت تسووا أوضاعكم خلال هاليومين هدول. أستاذ أحمد الكحول،
دكتور هلقيت انا سؤال بس، يعني انا هلقيت عندي حسابات على 5 منصات والخمسه مضروب في 2، يعني مثلا ابورك عندي حسابين لانه حسابي وحساب زوجتي واحنا الاثنين بنشتغل في فلانسر، فانا اعمل كمان 3 حسابات على المنصات الباقيه هذا راح يعمل عندي خلل في الشغل. انا فعليا على 5 منصات ما بشتغل، يعني مش ملاحق لانه بشتغل. استاذ اسمعني، احنا يعني هذا المساق مساق تدريسي، انا لما بطلب منك انه انت تعمل بروفايلات، انا ما بطلب منك انه انت تعمل بروفايلات عشان بدي اياك تشتغل في 7 منصات. انا عارف هذا الكلام مش منطقي، لكن انا بطلب منك انه انت تعمل بروفايلات بحيث انه احنا لو بدنا نستعرض مشاريع في منصة معينة يكون في عندك بروفايل اكتف هناك وتقدر تشوف المشاريع. هذا جانب. الجانب الثاني عن تجربة، لما يكون في عندك حسابات في اكثر من منصة بتقدر انه انت تعتبر، خليني احكيها يعني بطريقة يعني فري خالص، انه انا اقول لك انه الحساب انت عندك على المنصة هذيك ممكن تعتبره انه هو منصة او عفوا دكانة مفتوحة. يعني حسابك على تويتر، انه انت كونك تعمل حساب على تويتر وتخليه زي هيك وتعمل فيه اكمل بوست لشغلات متعلقة بالشغل تبعك وتروج فيه للشغل تبعك، هذا دكانة مفتوحة بجيب لك شغل. يعني ممكن تعتبره فعليا ممكن تعتبره باترينا للشغل تبعك، فبالتالي ممكن شوية من الزبائن يجوا لك على من خلال التويتر، شوية من خلال منصة freelancer.com، شوية تانية من منصة الأبورك. انت ساعتها حر تيجي بتحكي مع زبون لو سمحت تعالي على منصة الأبورك زي هيك. فبالتالي خلاص بدك تنفذ المطلوب منك بدون ما انه يكون في عندك اعذار، انا والله شغال على المنصة الفلانية مش حامل افتح شغل على المنصات التانية. لا، فتح بروفايلات على المنصات اللي احنا حددناها الزامي، عشان انه انت بدنا نطلب منك assignments وشغلات بدك تستعرض مشاريع هناك ضروري جدا. حاضر دكتور. وليد يعطيك العافية دكتور. انا عافيك دكتور. هقيت بس المنصات اللي بدك فيها بروفايل لنا ايش هي؟ يعني انا مش هجاوبك على هذا السؤال بصراحة، لأنه مش لأنه متأخر، لأنه المنصات هذه إحنا ذكرناها أول محاضرة، والمنصات هذه موجودة عندنا في خطة المساق. قصدك الخمسة الموجودة تحت في الصفحة السبعة قصدي؟ نعم تمام. وما إحنا حنضيف عليهم، حنضيف عليهم السوشيال ميديا غير اللينكدين، ممكن يعني ممكن إنه إحنا يعني تجاوزا ممكن إنه لينكدين مع تويتر أو شغلة تانية، يعني السوشيال ميديا برضو داخلة في الموضوع. تمام. في حدا عنده اي تساؤل كمان؟ هو فعليا احنا وصلنا ل يعني نهاية المحاضرة، يعني مش حقدر اشرح الجزئية المتعلقة بالفرق بين العمل الحر وريادة الاعمال، لانه انا فعليا انا محتاج فيها وقت، لانه بدك تفكر بشكل جدي في ريادة الأعمال، وبدي أحاول أرسم لك طريق إنه ليش لا، إنه أنت بعد ما تقطع شوط في العمل الحر ممكن إنه أنت تشتغل لحسابك الخاص أو يكون البزنس الخاص فيك. فخليها للمحاضرة الجاية، وبس بضل إنه إذا في أي استفسار في محاضرة اليوم إنه يا إما تكتبه يا إما تفتح المايك وتحكي لنا السؤال مباشرة. هيك أنا بتصور إنه ما في أسئلة، خلينا ننهي المحاضرة لليوم يا شباب. يعطيكم العافية جميعا، و بارك الله فيكم. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب، وبنشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم على خير إن شاء الله.